القرار الأول والنهائي يكون عند الفلاحين بتنظيمهم. نضمو أن نشوف اتحاد الفلاحين مازال عنده الاحترام الكافي، محترموه كثير، ولكن لازم نمشي الفروع، لا فيليير أوفين، لا فيليير بوفين، لا فيليير ليتيير. من أجود المزارع في الجزائر تربى أبقارنا. وبفضل سياسة الدعم بدأنا مشوارنا، وبكل عناية نوصل المنتوج إليكم. البرلمان سي عبد اللطيف يمي، نقول لك اهلا وسهلا بك. المداومه تاعنا للحركه الوطنيه للجمعيات واللجان المسانده اللي في قنطره رئيس الجمهوريه. دوك هذا هو سي عبد اللطيف، احنا راهو ما بقالناش دوك الحمله الانتخابيه، باقي لنا الزياره تاع سي سلام، لازم نتجندوا له الاكبر قدر يعني بالشيء اللي نقدروا، لانه يوم واحد وتنتهي الحمله، نعتبروها انتهت من يوم سلام. وحنا باش نحمروا لك وجهك وباش نمشيو للمسيله نديوها لبعيد ان شاء الله. كل الناس جات باه تمسخ معانا وتخدم لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتقلاقه. لازم نرجعوا الجميل والخير تاع الراجل هذا ونوقفوا معاه. الاولى ربي، ثانيا الوطن، ثالثا بوتفليقه. المساندين والمزكيين بوتفليقة نعرف وين نروح ونعرف شو ندير ونعرف الورقة تاعي من دير. إذا كان اليوم الجزائر بلاد الخيرات، بلاد الخيرات فيها إمكانيات كبيرة، فيها ثروات، ولكن عندنا ثروة متجددة ألا وهي الزراعة. خصنا ننتج القمح نتاعنا وننتج الفارينة وننتج الحليب والبطاطا. إذا نحن اليوم هذا الرجل ما شفنا فيه الخير. هو استثمار فيه عدد 4200 بقرة حلوب يضمننا 80,000 لتر يوميا. احنا مقبلين ان شاء الله في هذو العامين بندير اكتفاء ذاتي في قصية الحبوب، هذه لا محالة. اما بالنسبة للحليب وبالنسبة للحوم البيضاء، هذه قضية الحليب مربوطة بالماء. يشهد ربي يشهدنا فيه الى الخير، وتعاهد ووعد وقال الرجع الامن والاستقرار للجزائر وفابه. اذا نقول خوتي ان شاء الله بالنسبه للتجمع نتاعنا يوم الجمعه الصباح رايحين نجيبوه ان شاء الله سلال من مطار تاع سطيف ونجو مباشره للقاعه، كل الناس تكون في القاعه، الجماهير اللي يجي كلها تجي للقاعه، بالخيل تاعنا، بالبارود تاعنا، بالفرقه النحاسيه، بالفرقه الفولكلوريه، ونستقبلوه استقبال حار باه نوروا له باللي الحضنه وعروش الحضنه راهم واقفين وننتخب لصالح المترشح الحر فخامة الرئيس هو عبد العزيز بوتفليقة.
وأدعو فضلا المستثمر عبد اللطيف ديلمي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. هو مستثمر في الميدان الفلاحي والصناعات الغذائية، تقلد عدة مناصب في القطاع الفلاحي منذ سنة 75 و900 و1000، نشط في الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية، من المؤسسين الأوائل للملبنة الخاصة الحضنة بولاية المسيلة، وهي تنتج 30 مليون لتر من الحليب سنوياً. مستثمر فلاحي في إنتاج الحليب ومشتقاته على مستوى مزارع خاصة بقدرة استيعاب 4200 بقرة. مستثمر في الفلاحة الصحراوية في مجال إنتاج الحبوب والأعلاف والبذور الزيتية. في هذه القاعة التي احتضنت المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كان محمد عليوي في اليوم الأول يجلس بكل ثقة بصفته الأمين العام مرتديا قشابيته كالعادة. كل المؤشرات تشير أنه سيتم تزكيته لعهدة جديدة، لكن المفاجأة كانت تطبخ على نار هادئة لطي الكتاب ووضع نقطة النهاية في الصفحة 47. في اليوم الثاني للمؤتمر تغير كل شيء، فعليوي الذي ترشح بالأمس ونال تزكية مندوبي الاتحاد تنازل عن المنصب الذي التصق به لمدة 47 سنة ليتم انتخاب أمين عام جديد ممثلا في شخص عبد اللطيف ديلمي. Une interrogation qui porte sur le poids politique, les positions de la paysannerie elle-même. Elles sont endogènes à la paysannerie. L'immense majorité des paysans, qui sont les paysans sans terre, qui sont les paysans pauvres, les petits paysans ne sont pas organisés. Et donc on a un vrai problème d'organisation, de mobilisation, de cadre de mobilisation de cette paysanne. Mohamed Dara, éleveur de bétail, tire la sonnette d'alarme pour l'avenir des éleveurs menacés de faillite. Aujourd'hui, nous souffrons dans un silence terrible. Nous ne pouvons plus supporter cette hausse scandaleuse des prix au point à ce que nous vendons souvent des vaches pour assurer leur alimentation. Auparavant, nous avions un grand nombre de vaches, mais le nombre diminue au fil des années. إذن نتمنى إن شاء الله باش خلال من نهاية السنة وبداية السنة المقبلة ما نزيدش نتكلم على مناطق الضل أبدا. احموا أنفسكم بالفقراء نتاعكم. Et toujours au derrière.